يبدأ حجاج بيت الله الحرام مناسكهم بتوجه إلى مشاعر منى لقضاء يوم التروية استعدادا لتصعيدهم غدا إلى صعيد عرفات اقتداء بالسنة النبوية وسط منظومة خدمات وإجراءات متكاملة سخرتها السلطات السعودية على المستويات كافة الأمنية والصحية والخدمية. هذا وأكدت بعثة الحج المصرية تصعيد الحجاج إلى المشاعر المقدسة بسهولة ويسر تمهيدا لبدء مناسك الحج والوقوف على عرفات الركن الأعظم في الحج. وجاء وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار غرفة الأزمات والطوارئ المركزية برفع درجات الاستعداد لتأمين عودة الحجاج من الأراضي المقدسة بعد انتهاء مناسك الحج، كما شدد عبد الغفار خلال ترأس اجتماع غرفة الأزمات والطوارئ المركزية على رفع الجاهزية للتعامل الطبي خلال عيد الأضحى المبارك، مع ضرورة توفير سيارة إسعاف وعيادات متنقلة لسرعة التعامل مع أي أو إصابات. وجه وزير الموارد المائية والري الدكتور هانس ويلم برفع درجة الاستعداد وتفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لضمان حسن سير العمل بكافة الإدارات على مستوى الجمهورية ومتابعة أجهزة الوزارة المعنية بشكل مستمر لمناسيب وتصرفات المياه بالترع والمصارف ومتابعة الالتزام بالمناوبات خلال أيام العيد. اجتمعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي هالة سعيد بفريق عمل الصندوق لمتابعة خطوات إنشاء الصندوق السيادي للصناعة، حيث أكدت الوزيرة أن الصندوق الجديد سيكون معنيا ببناء شراكات مع كبرى الهيئات والمؤسسات والشركات في قطاع الصناعة لدعم توجه للتصنيع وتوفير البديل المحلي وتوطين الصناعات التكنولوجية. أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا فيليب لازاريني أن الحرب سلبت أطفال غزة طفولتهم، وأضاف لازاريني أن الأطفال في غزة مروا بما لا ينبغي لأي طفل في العالم رؤيته أو تحمله، فكثير منهم قتلوا وكثير منهم أصيبوا، مشيرا إلى أنه دون وقف لإطلاق النار سيصبح لدينا جيل ضائع. عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤتمرا صحفيا مع الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي، وقع خلاله اتفاقية أمنية لمدة 10 سنوات لتعزيز الدفاعات الأوكرانية، حيث أكد بايدن أن بلاده لن تتراجع عن دعم أوكرانيا وستمد كييف بالذخائر اللازمة وستتولى تدريب قوتها. وأوضح بايدن أن بلاده لن ترسل قوات إلى أوكرانيا ولكنها لن تتهاون في محاسبة روسيا على الأفعال التي اقترفتها في كييف، مضيفا أن واشنطن ستمنح جزءا من الأصول الروسية المجمدة لأوكرانيا.